على قدر حلمك تتسع الأرض، يقول محمود درويش. ومش كان هو برشا حكايات حول الأرض، أنا عبيت سمعتوا بيهم، وصلت لكم حكاياتهم أثبتوا بك، وبرشا عبيد أخرين ما سمعوا بهم حد، عاشوا وماتوا وما سمعوا بهم حد، أما ما غمضوا عينيهم آخر مرة كان ما مسوا آخر خطوة في طريق الأحلام. على قدر حلمك تتسع الأرض، كلمات وين تطفى الدنيا نتفكرها، وين تظلم نقول لي لازمني نرجع ونخمم فيها. اسمي انتصار، دونك جي با لو شوا، كي بوكم كي حملوك حاجه كيما هكا ما تنجم لا تدوبل ولا تخطئ في حاجات ولا الفشل لازمهم يعرضكش معناتها با لو شوا. وعمري 20 ربيعة، كنت صغيره، امي بابا كانوا ياسر ياخذوا لي كتب، عمري 3-4 سنين، ما عنديش خوات، ما نلعب في الدار برشا، جست كنت نحب الكتب، وأكثر حاجة نحب نعملها نمشي مع عمال المكتبة، وهي تاخذ لي هكا كتب تاع صغار تقراهم لي، جوكو بالوقت وليت نحب الكتب، ونحب القراءة، وكل ما كبرت، كبرت معايا القراءة أكثر، لأن كرد فعل طبيعي إنك تقرأ، تجي الكتب، هلا، دونك وليت نحب نكتب، وكي كنت نقرا في المكتب، كنت صغيرة، كانوا يسألوني المعلمات والعباد اللي يدوروا بيا، كنت قرايتهم، دونك يقولوا لي انتصار شنو تحب تولي؟ نقول تحب نولي كاتبة، تحب نولي صحفية، ها؟ صحفية، كاتبة، وما توصل شيء لا سيغا غيان، المشكلة إنه نحنا كي نحبوا نوصلوا لحاجة، ديما تكون حاجة مادية، حاجة معترف بها، مألوفة، المشكلة إنه ما نخموش إنه الحاجة اللي توصل هي تكون حلمك. بون نورمال خاطر العباد اللي كانوا يقراو معايا كانوا يحبوا يوليو طب، يحبوا يوليو مهندسين، يحبوا يسوقوا طيارات، انا ما كنت نحب نسوق حتى شيء لتوا دايخ، قعدت نحب نولي كاتب، كبرت حطيت روتينات كنت نحبها، بون جاي كنت نسوقها باركا، قعدت نكتب وقعدت نأمن لي انا نحب نكتب، كانت عندي كاتبة نحبها على الاخر كيما اي ولد عمري بون 12 ans 13 ans 11 ans. كنت نتابع فيها كيما العباد اللي يتابعوا الممثلين نتاع التلفزة، جورة الكورة، وقعدت نحب نولي كيفها، نكتب كيفها، وكل ما يخرج كتاب جديد ليا نعمل ضجة كيما كانت هي. بعد قابلتها اللي هي أحلام السغاني، لأن بعد إي قلت لها راني نحبك ونحب نولي كيفك وكان حكيت كبرت شوية. قعدت نكتب، وصلت للكوليج واعترض طريقي بروفا الى اليوم ادينوا لها بالجميل، قالت لي انت سامت تكتب الكدا وجا احنا باش نشاركوا في مسابقه شهويه للكتابه على ولايه بنزرت، عمري 12 ans، مشيت وشاركت وخذيت الجائزه الاولى في القصه القصيره على مستوى ولايه بنزرت، عمري 12 ans. من وقتها بعد شهرين 3 أشهر شاركت في مسابقة أخرى يقولوا لهم مهرجان الأدباء الشبي، هذوما مجموعة تاع مسابقات شاركوا فيهم عبيد كبار جون عمرهم في 30 20، أنا كنت أصغر مشاركة ودخلت للورشة وعندي نص هكا صغير كيلو ليت باهين مكتوب بلغة سليمة ونهاية سعيدة وعبد فرحين مسرورين وجو وكو الناس كي يبداو يقراو حاجة صعيبة هكا وكلمة صعيب وانا هكا بديت نعمل نحب نروح قلت لي توا انا جاي من اخر الدنيا وهي وقتها المهرجان في قريبي انا مانيش باش نروح. قعدت وقريت وناقشوني وتعلمت وتعلمت نصلح روحي من الحاجة هذيك جست خاطرني انا امنت لينا مالغري لينا صغيرة باش نوصل. بعد بشهرين شاركت في مسابقة اخرى من نفس النوع وقتها اسمها المهرجان الادباء الشبان بالمرور. وقتها فما مسابقة تاع تلامذة للعبيد اللي تلامذة نتاع ولاية بن عروس، وفما مسابقة للكبار، أنا كنت نقرا في ليسي بيلوت تونس، دونك ما نجمش نشارك في بن عروس كيما صحابي، قالوا لي ما عنديش حل خاطر نحطوك في المسابقة نتاع الكبار، مشيت في المسابقة نتاع الكبار، إيبا وأنا أصغر مشاركة وقتها خذت الجائزة الأولى في الملتقى قصة قصيرة بالمروج. من وقتها عاد جاك احساس المره الاولى اللي لازمكم تجربوه الناس الكل خاطر بالوقت يردك طماع
المرة الأولى أول مورسو كما مورسو هشام وأول تصويرة كي تصويرتي حميد وأول طلعة سوغ سين وأول مرة تشد ميكرو وأول مرة يصفقوا عليك العباد هذيك تولي أنت تقولي نحب نجرب أول مرة أخرى في حاجة أخرى وقعدت نكتب وصاروا برشا حاجات من وقتها خديت جواز وطنية عملت بلوغي منطلق إني نحلم ياسر اسمه حلمة بالألوان كتبت في مجلات في ديزاختيك في حاجات أما قعدت ديما نقول لي الكتابة هي بدات حاجة من الأول واللي هي حلت لي برشا بيبان واللي هي الحلمة الكبيرة اللي لازمكش تصيد فيها في عالم موازي أون باراليل دخلت نقرا في ليسي بيلوت تونس بعد وليت هذا هو منظمة حقوق
حقوقية أخرى عربية من المجموعة شبابين الشبكة الدولية للحقوق والتنمية. بعد تجيكس اللي سيتي لتونس. بصيرة مشروع بديت وحدي بعد معايا أصحاب خليل كل مرة يكبر كان الهدف منه إنه نسجلوا كتب للعبيد اللي ما يراوش وكل هما ما ينجموش يقراو فما برشا كتب متوا طالعين وهكا الناس كل تقرا فيهم هما ما ينجموش يقراو خاطر ما يتوفروش في صعب الطريقة إنهم ينجموا يقراو بين الكتب بتاعهم دونك كانت فكرة إن نسجلوا كتب للعبيد اللي ما يراوش بعد الاكسبيريانس اللي بدلت لي زاده برشا حاجات برلمان الشباب التونسي هذا مشروع عملته جمعيه اسمها بشيناكت بدا تعمل في اكتوبر سيسيون الاولانيه الهدف منه انه نجيبوا دي جان من تونس الكل يخدموا على دي سوجي معينين ويخرجوا دي ريزولوسيون ريزولوسيون معناتها نتيجه يفوتوا عليها العبيد توصل ولا ما توصلش الفرق اللي صار وقتها انه نحن كلنا دي جون تونسا اختاروهم على اساس انهم يتحركوا في المجتمع المدني واللي عندهم خبره واللي وكنا اغلبنا معناتها جون دي ستوديون اللي دخلوا في الباك معناتها كبار اما الشريك نتاعنا في التظاهره كان البرلمان الاوروبي للشباب اللي هي مؤسسه عمرها اكثر من 20 سنه واللي خدموا معانا اطرونا بلوتو هما لي جون نتاع البرلمان الاوروبي للشباب اللي بعد ما فات مع توفي الاسامبلي الكل فقنا اللي هما اصغر منا واللي فما منهم بيناتنا 4 سنين وخمسة سنين اللي يوجعك انه نحن تونسة عنا برشا ارادة وعنا برشا حاجات مخاخنا تحب توصل اما هما عارفوا كيفاش يبنيو الديمقراطية نتاعهم وعارفوا كيفاش يعلموا صغارهم من اللي هما صغار هما علمونا كيفاش نجيو في الوقت للي كوميسيون تاعنا كيفاش نكتبوا ريزولوسيون كيفاش ندافعوا على ارائنا كيفاش نعملوا فوت كيفاش تكتب ديسكور ودافع بيها على الريزوليسيون تاعك برشا حاجات تبدلوا خاطر تغيبك انت تونسي وتعرف لي برشا كيفك عندهم برشا مواهب اما ما وصلوش باش تخرج وانه الديمقراطيه ما تجيش فجاه باللي بلاتو تيلي وما تجيش من اللي واحد يولي عمره 40 سنه ويدخل في حزب وقتها باش يولي ديمقراطي دونك التجربه هذيا جامعه تونسه لا وهذه اول مره اخرى اول مره نطلع نغني ليه؟ بعد قلت بعد البرلمان هذايا قلت كيما انا جربت حاجه جديده وتبدلت فيها برشا حاجات انا زاد نحب نجربوا الشباب اللي كيف يولي قد واللي اصغر مني نفس الحاجه اللي جربتها انا الجمعيه اللي عملت البرلمان هذايا تشيناكت عملت الانتخابات نتاعها وترشحت وليت فيس بريزيدونت نتاع جمعيه تشيناكت نعملوا لا بروشين سيسيون تاع البرلمان التونسيان ديجا واللي نتوما الكل مستدعين به كي كنت صغيره كنت ديما نرى اللي عمر الانسان يوصل عمره 20 سنه يولي عبقري اي في علاقه بتنجيز ال 20 بون هذايا جربتها سنيت 20 سنه وما طولتش معايا قعدت كيما هنا تنجيس العشرين وانك تولي تسوق وتولي ماجور وتنجم في حاسب قضائيا وفاسد لكم الكل دونك ديما نحب كي ولي عمري 20 سنة لازم نبدا عملت برشا حاجات وقعدت هذيك الخطوة بعد من فترة قريبة ما عنديش برشا معناها فما حلم خليت ولدي لي بالكل ملي انا صغيرة اني نحب نولي صحفية واللي خدمت في راديو بعد ما دخلت الباك انا باقي نحب نعمل حاجة في علاقة بالكتابة اللي نتقنها دونك جيت هكيك فرصة في علاقة انه ما تسيبوش الفرص اللي تجي قدامكم شدوا اي فرصة وجربوها طلعت خايبة طلعت بيا في الاخر تسمى فرصة معايا فما احتمال تاع 0.0% انها تنجح اي دونك جوني اوفر من جريدة الحياة اللي هي من اكبر جريدة العربية وبديت نخدم معاهم وهذا ارتيكلي الاول تاع اول مرة عملت العشرين ربيعا نتاعي وانا فهم باش حاجات تبدلوا فيا ووصلوا للي حبيت ان نحققه الفكرة هي انه انتوما اللي شكرا انتوما اللي تختاروا الفكرة انه انتوما اللي تختاروا في
حصول حياتكم شنو تكون ربيع خريف شتاء وانكم انتم هما اصحاب الاحلام ايا كان فما ناس في المجتمع الهوايه الرسميه نتاعهم عقلاني زعما ماكش باش توصل ما عندها توصلك برا فك عليك برا شوف حرقه برا شوف حاجه لبرا برا شوف بوغس كله من نفس المنطلق نرجع تعمل كل شيء في تونس بس انت لازمك حب ايمان واراده نرجع تعمل كل شيء ومع قرايتك شو يكسر في قرايتك تعمل الباقي الكل حتى شيء ما هو صعيب احلامكم شدوا فيها للاخر لانكم في حاجه